إذا نقرأ ما يدور في العالم من دبي السيد رائد الخضر وهو مدير قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد. دعنا طيب. الله يسعد أوقاتك. دعنا نتحدث عن الأسواق، أسواق الأسهم في العالم، ويبدو أن هناك نوع من التوهان، يعني إذا جاز لنا التعبير أن نسمي، يعني غير قادر على تحديد اتجاهاتها بشكل دقيق. هل هذه الملاحظة نفسها دقيقة؟ وما الذي يحكمها؟ طبعا الذي يحكمها هو التغير الحاد في السياسات النقدية لمكافحة شبح التضخم. طبعا الأسواق الأسهم إجمالا تتحرك وفق البوصلة التي يعني تؤشر بها السياسات النقدية، وطبعا سهولة الاقتصاد أو سهولة الإجراءات لنمو الأعمال التجارية. الآن نحن في مرحلة واضحة جدا بأنه يبدو أن البنوك المركزية وأصحاب القرار في السياسة النقدية لا يولون اهتماما كبيرا بتراجع النمو أو بضعف الاقتصاد مقابل أن يتخلص من شبح التضخم وتأثيره السلبي بشكل كبير جدا على ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي ضمور مستدام أو فترة ذو مدة زمنية أطول في الاقتصاد حتى لا يكون هذا الريسيشن أو الركود الاقتصادي يعني أقوى أثرا على الاقتصاد. بالتالي يضحون بربعين أو ثلاثة أرباع من الانكماش الاقتصادي بهدف أن يكون هناك تنشيف للسيولة الرخيصة التي كانت موجودة في الأسواق بشكل كبير جدا، وحتى وأن أدى ذلك إلى ضرر في الأعمال التجارية. بالتالي بالنسبة للمستثمرين كبوصلة استثمارية في أسواق الأسهم حاليا هم بغاية الانتقائية إن صح التعبير، يبتعدون عن أسهم القيمة بشكل واضح في الوقت الحالي لأنه ممكن تتأثر، ويعتمدون على الأسهم المضاربية بشكل أكبر في الآونة الحالية باستغلال بعض ارتفاعات حادة وغير مسبوقة في بعض القطاعات مثل قطاعات الطاقة. نعم، يعني دعنا نتحدث عن اتجاهات الدولار رائد الخضر في هذه الأثناء والعملات وعلاقته مع الذهب التقليدية، كيف يؤثر الدولار في الذهب والعكس؟ يعني احنا شاهدنا في الآونة الأخيرة يعني هناك خلل نوعا ما في القاعدة العامة بأنه يكون في عنا تراجع في أسواق الأسهم، ارتفاع في أسواق الذهب، قوة في الدولار الأمريكي، انخفاض في أسعار الذهب. إذا عدنا إلى عام 2016 تقريبا عندما بدأ الفدرال الأمريكي بتشديد السياسة النقدية تمكن من الارتفاع الدولار الأمريكي بنتيجة رفعات أسعار الفائدة الحادة، ولكن في نفس الوقت كانت هي بداية موجة قوية جدا على أسعار الذهب وصلت بها إلى مستوياتها في القمة التي وصلتها خلال الجائحة عند 2070 دولار للأونصة. الآن السيناريو نوعا ما يتكرر ولكن الجزئية مختلفة بعض الشيء. الذهب حاليا يحاول أن يبني أرضية أو بيس منها ينتقل إلى الارتفاعات. لاحظنا أنه لم يستقر كثيرا خلال التداولات يوم الجمعة دون مستويات 1800 دولار للأونصة، وسرعان ما ارتفع فوق هذه المستويات. أعتقد بحد الأدنى ممكن يكون 1785 إلى 1780 دولار للأونصة هي منطقة الارتفاعات. أما بالنظر أو المنطقة التي يبدأ منها موجة الارتفاع عودة مرة أخرى إلى مستويات 1900 دولار للأونصة. أما بالنسبة للعملات فنحن يعني أمام قرار موحد من البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية. 75 نقطة أساس كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، 50 نقطة أساس من أستراليا، 50 نقطة أساس رفع من سويسرا. معظم البنوك المركزية أيضا البنك المركزي الأوروبي ننتظر قراره برفعه ب 25 نقطة أساس. الآن الأنظار تتجه إلى ضرورة تشديد أكبر في أسعار يعني بشكل عنيف بأسعار الفائدة، وهذا سوف يسبب بشكل واضح قوة للدولار الأمريكي لأنه حتى الآن الفيدرالي هو الأعنف والأكثر تشددا ورفعا في أسعار الفائدة ككمية وكوتيرة للرفع. بالتالي ذلك يعني يسيطر في المشهد الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه في الوقت الحالي. نعم رائد، كما تعلم لا زال التضخم بشكل هاجس في العالم ومخاوف الركود التضخمي أيضا تسيطر على الأجواء. في ظل تراجع نسبي في أسعار الحبوب
شهدناه في اليومين الماضيين، وحتى النفط أيضا والطاقة، وأنت تعلم أنها لاعب رئيس أيضا في هذا الاتجاه. كيف تقيمون هذه الأوضاع من حيث معدلات التضخم والدخول في هذا الركود التضخم؟ يعني الركود بدأ، ويعني يعني حتى بقراءات متأخرة بالصدور بدأنا نظهر بالقراءات المبدئية أنه فعلا إحنا ركود فعلي يحدث حاليا، والركود تعريفه النظري هو أنه يكون في عندي انكماش لستة أشهر متتالية لا يحقق فيها نمو، نحن دخلنا بالركود الآن. الأثر السلبي للركود كيف يمكن أن يكون أكثر ضراوة؟ أنه يكون عندي ركود وتضخم عم يرتفع، هي هي المشكلة الأساسية التي لا يتجنبها أو يحاول يتجنبها كل صناع السياسة النقدية والمالية في معظم الاقتصادات. إذا نظرنا إلى الوقت الحالي في أنه مستويات النفط متراجعة بعض الشيء، رأينا تراجعات واضحة نسبيا خلال تعاملات اليوم، ولكن ما ننسى أنه النفط لا يزال يحوم حول أعلى مستوياته تاريخيا طبعا، أو ليس تاريخيا، وأنه هو عند أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، مستقر بموجة قوية، وذلك سببها الرئيسي أنه أنا في عندي ضعف واضح في عملية رفع الإنتاج ولمواكبة الطلب، ويبدو أنه أوبك بلس يعني أخذت قرارها بالتمهل بعملية الرفع حتى عدم الالتزام بالكميات التي كان من المتفق عليها بالإنتاج وفق التقارير الأخيرة زيادات الإنتاج. بالتالي نحن فعليا هذا يضغط بشكل أكبر على الكلفة الأولية، على المواد الأولية، وبالتالي على مستويات التضخم للارتفاع، دون عن مشكلة سلاسل الإمداد، ودون عن مشكلة الحبوب أو مشكلة الغذاء أو مشكلة التوترات الجيوسياسية التي تحيط عالميا. أعتقد هذا يغذي عدم اليقين، عدم الوضوح بالنسبة للمستثمرين، ويغذي الريسك أوف مود الموجود عندهم، وهو عدم الرغبة بالمخاطرة في الآونة الحالية، ويعزز أنه ممكن يكون في عندي تراجعات أكثر حدة في أسواق الأسهم تسبق البيانات الاقتصادية التي ممكن أن تصدر. رائد الخضر، مدير قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، أنا أشكر وجودك معنا دائما على CNBC عربي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طيب.